ما انه السينما احلى ليه فيلم؟ والله هي جت كده يعني، انا مش مرتب لها. وانا ابتديت اذاعه بعد ما اتخرجت من المعهد، ابتديت اذاعه كم كبير جدا من الاذاعه، كم مسلسلات رهيب. وبعدين تحولت الى التلفزيون واستمريت في التلفزيون، وجت السينما. السينما كانت من حين لاخر بيبقى في مشروعات، بس المشروعات ما كانتش بتكمل لغايه ما كمل بنات ثانوي. وحاليا في المفروض ان احنا بنعد لفيلم اخر اسمه رابع جامعه، برضو مرحله العمريه بس مرحلة للولاد بقى مش للبنات. وهي برضو المرحله الاغتت عند الولاد او الاكثر بالظبط، لان انا هاممني قوي السن ده، هاممني قوي ان احنا نلعب، لان ده مستقبل مصر، ده الشباب بتاعنا، ده اللي النهارده هو اللي قاعد على الفيسبوك. وهو وبعدين انت التركيبه العمريه في المجتمع اتغير النهارده، انت عندك حوالي اكتر من 60% يعني اقل من 20 سنة. فانت بتلعب في منطقه ان لازم الناس دي تؤهل ل يعني ان دول مستقبل مصر فعلا. وده الاهتمام اللي حاصل من فخامه الرئيس في مؤتمرات الشباب انا حاسس ان هناك توجه للدوله ان هي تهتم بالشباب وتركز على الناس ديت، لان دول اللي هيقودوا البلد بعد شويه. فالناس دي لازم تكون مدركة وعندها وعي وعندها يعني ما نسميه يعني إعادة بناء الإنسان، إن هو يتم إعادة بناء الإنسان المصري عن طريق الشباب دول، لأنه اللي هيتحملوا المسؤولية بعد شوية. صحيح.